السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم عن اسهل طريقة لنقل الملفات من الكمبيوتر للهاتف ومن الهاتف للكمبيوتر. يلا نبدأ في الشرح، بس قبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد بإذن الله. اول حاجة هتعملها هتفتح جوجل كروم على التليفون كده، وتبحث هنا عن سناب دروب. هتضغط على اول نتيجة بحث كده، هتلاقي الموقع فتح معاك بالشكل ده. بعد كده هتفتح جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر بتاعك، وهتبحث هنا برضو عن سناب دروب، وبعدين هتختار اول نتيجة بحث، هتلاقي الموقع فتح معاك برضو بالشكل ده، وهتلاقيه ظهر لك التليفون بتاعك على الكمبيوتر، وظهر الكمبيوتر بتاعك على التليفون. بس اهم حاجة لازم الكمبيوتر والتليفون بتوعك يكونوا متصلين بنفس شبكة الانترنت، لانهم لو مش متصلين بنفس شبكة الانترنت مش هيفتح معاك بالشكل ده. يعني مش هتلاقي التليفون ظهر على الكمبيوتر، ولا هتلاقي الكمبيوتر ظهر على التليفون زي ما هما ظاهرين عندي دلوقتي. تمام. لو حابب تنقل حاجة من الكمبيوتر للتليفون بتضغط هنا على الايقونة دي، وتختار الملفات اللي انت عايز تبعتها. مثلا نختار الصورة دي، هتلاقي في اشعار جالك على التليفون بالشكل ده. هتضغط على سيف، هتلاقي الملف نزل معاك بالشكل ده. بعد كده لما الملف يتنقل على تليفونك بتضغط على فتح، هتلاقي الملف اللي انت بعته اشتغل معاك. تمام. بعد كده لو عايز تبعت حاجة من التليفون للكمبيوتر بتضغط هنا على الايقونة دي، وبعدين بتقول له سماح، وبعد كده هتختار الملف اللي انت عايز تبعته للكمبيوتر. انا مثلا هختار الصورة دي، هتلاقي برضو في اشعار جالك على الكمبيوتر. هتضغط على سيف، هتلاقي الملف نزل معاك بالشكل ده. لو حابب بقى تبعت رسالة من الكمبيوتر للتليفون بتاعك بتضغط كليك يمين على الايقونة دي، وبتكتب الرسالة بتاعتك هنا، وبعدين بتضغط على سند. هتلاقي الرسالة بتاعتك وصلت للتليفون بالطريقة دي. ولو حابب بقى تبعت رسالة من التليفون للكمبيوتر بتضغط ضغطة مطولة على الايقونة دي، وبعدين بتكتب الرسالة بتاعتك هنا، وبتضغط على سند. هتلاقي الرسالة وصلت للكمبيوتر بالشكل ده. بس كده يا شباب، وبكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد بإذن الله.